بعد لك يا اهو. لا بعرفها لحالي. مدام بتعرفوا ليش عم تدخن؟ اني اكتشفت اني غبي. لازم بالعكس، مدام اكتشفت انك غبي تتصرف تصرف ذكي يا اخي. ميزون ميزون، تركيني بهمي. ها تركيني بهمي، ترى اللي فيني مكفيني. اي خير بالفل. شوفي اي كارثه ميزون، كارثه. شغلت لي بالي. شوفي لك كل العمالقة طلعوا اقزام وكل الحصون طلعت بالرمال. لك شو عم تحكي؟ فهمني. لك لو كنت بتسمعي اخبار كنت عرفتي لوحدك. لا ما بدي اسمع اخبار، مالي ناوي اختير قبل عمري بعشر سنين. الهدف اللي كرست حياتي مشانه طلع مجرد شعار طنان. ما في مشكله، كرس حياتك مشان هدف تاني. وبلكي صار معي مثل الهدف الاول. بتشوف لك هدف تالي بتكرس حياتك من اجله. بدك يعني كل يوم رايي مشان اصير علكه بتم العالم؟ معناها لك كرس حياتك مشان اي هدف هيك رياح. انت يعني بدك يعني اعيش بلا هدف، اكل واشرب ونام راس الطرش. ايه بالبول. لا بتكريس ماشي الحال معك، ولا بلا تكريس ماشي الحال معك، حيرتني. لا تتحيري ولا شيء ولا تعذبي حالك، نامي. ما فاز الا النوم. يا شماتة أبي فيني. بكرة بس يعرف إني غيرت رأيي بالأمور رح يضحك علي ويقول لي. ولك أنت لمين طالع حمار؟ ما عم بعرف. أنتوا اللي طلعتوني حمار وأنا صغير، كان حكيكم كله عن العدل والمساواة. كبرت شفت كل شغلكم بالعكس بالعكس. أنا لازم من أول كنت أفكر بالأمور بشكل موضوعي، لازم كنت أفكر قبل ما أتبنى أي فكرة. عاديت كل العالم، ما تركت لحالي خط رجعة. صحي مساء الخير. مساء النور. سمعت صوت فكرته يا عجاج رجع. هذا أنا عم أحكي مع حالي. أنت كبير القدر صهري. لا كبير القدر ولا شيء، أنا صار معي وشي. سلامتك صهري. من إيش الوشي؟ شو ميسون خربت لك أمطينا؟ يا ريت الشغلة ميسون كانت انحلت. لكن وين المشكلة صهري؟ حياتك شفتي السراب شيء؟ لا ما شفته، بس سمعت عنه. أنا شفته ولحقته. وين شفته صهري؟ بالحياة، وصلني شهرين ثلاثة عارفين إنه سراب ولسه لاحه، وهون المشكلة. لا تلحقه صهري إن شاء الله عمرين، ولا تلحقه. ما بقدر، أنا لازم ألحق أي شغلة ما بقدر. شلون يعني صهري لازم تلحق شغلة؟ ما فهمت عليك، اشرح لي. شو بدي اشرح لك؟ مرحبا. أهلين وسهلين، وين كنت يا هلا؟ شغل بالي عليه. صح لي 5 طن بطيخ تحميل وتنزيل. بقول لا يعني اكيد تخبرني مشان ما يشغل بالي عليه. ما في مجال خبركم، ولا بين ما خبركم بيكونوا 5 6 بلشوا على سياره البطيخ ونزلوها. ما في مجال. شو شايفكم سهرانين؟ مو سهرانين، بس انا هيك زهقان شوي طلعت لبرا. هي فيها فكرتك انك اجيت انت. فوت زهق عنا. ما تكون تنام. لا لا صهري، نحن ما بننام قبل الاربعة 5 يا انه. تفضل. من في 11 شو؟ لازم تبطل اعتالي، ما بتحسن اوضاعك اذا ما تركتها. لا صهري، شو يبطل اعتالي؟ خليه يضل يشتغل، يترزق له منا قرشين نستر وشنا فيها، مو احسن ما يضل قاعد بوشي طول النهار؟ لا نبيل ما اوحى، انا لازم اترك الكار، لانه اذا ضليت بهالكار سنتين ثلاثه بدي اتكسر وقعد بوشي بنكسر ظهري. او شو بدك تشتغل؟ ليش عندك غير هالمصلحه؟ لكن ما عندي غير المصلحه، عندي مصلحه، مصلحه المفاتيح. مصلحه المفاتيح مو مصلحه. بعد ما طلعت قال تصب المفاتيح صار حي الله واحد يعرف يصب. الله لا يوفق اللي اخترع الاختراع، ان شاء الله بتنقطع بايديه، اصلا من يوم اللي اخترع الاختراع قطع برزقنا. لازم تدور لك على شغلي فيها جهد قليل ومردود كثير. مثل ايه؟ ما بعرف، بس اذا شغلت مخك ممكن. اي شو هالحكي اللي عم تحكيه يا صهري؟ انه بيطلع بايده شغل مخه ما كان شغل ايديه. انا ما بقدر شغل مخي، اسمع نبيل انا ما بقدر شغل مخي. عشو لا تزعل مني، بس ما شفتك شغلته ولا مرة، لو بيطلع بايدك تشغله اكيد كنت شغلته. لك بشغله انا بس على شو بتشغل لك؟ على شغلات بلا طعمة. لك ما حدا بيقول عنا غبي، بس مو هون نقطة الجمال. لك وين؟ يعني كل قصدنا يصير معك قرشين تحسن فيهم اوضاعك المعيشية، لا اكثر ولا اقل. سيدي بكره بس حماتي بدها تموت. شبكي يعني كلياتنا بدنا نموت، شو هيك يعني القفله؟ شو دخل امي بالنص؟
لك ايه اذا ماتت امك بيطلع لنا على القليله ثلث مصرياتها واملاكها، ايه منقنط دومنت كريستو. ايه احنا بنعرف انه بدك يعني بهالكم يوم ما كنا حكينا بس بجوز تضمع 20 سنه، شو بدك تساوي؟ يعني شو ما عليكم انتوا الاثنين؟ كل واحد فيكم قد شو اسمه وناطرين على حرمه مشان تورثوا وتموت. انا ما كنت فكرتك هيك يا سيد نبي. انا ما بفكر هيك بس انا عم فهمه العجاج انه مو هذا هو الحل. عديل نبيل شو هو الحل؟ طول بالك علي كم يوم انا راح ادبر لك شغل. شو عم تحكي انت نزيها؟ بتعرفي اذا عرفوا شو بصير فيني بيسحبوا مني شهاده. ما راح يعرفوا اذا صاحبه العلاقه ما راح تحكي، منين بدهم يعرفوا؟ ما دخلني، بلكي صار معه مضاعفات وانتكسيت، مو بس بيسحبوا مني شهاده بحطوني بسجن النسوان بصير دكتوره هنيك. ما بصير ما على مضاعفات ولا بطيخ مبسمه. بعدين هي الدكاتره عم يعملوها العمليه مثل شربه المي، ما تخافي. ما بدي حبيبتي، ما بدي، كل اللي بحكي معلات ورده، ما بتعرفي شو بصير معي. هي شو صايره غبيه انت ميسونه؟ بتعرفي قد بتقصي مصاري من ورا العمليه؟ ايه بعرف قديش التسعيره، من 15 ل 20,000. بس حبيبتي حتى اذا انا وافقت ممكن نبيل ما يوافق، وممكن اذا عرف يجن، واذا ضل بعقله ممكن يطلقني حبيبتي. حاجه بقى لسه طلعتينا بنبيل، خليكي بقى تشتغلي مثل ما بدك انت، انت بتعرفي مصلحتك اكثر منه. لا حبيبتي، جوزي صاحب مبدا وانا ما بصير شغلي يتعارض مع مبادئه، يعني القضية مو مجرد قضية شخصية. بتعرفي ميسون؟ نبيل عداكي بالحيوانة. شوفي لا تقولي حيوانة، صحيح اختي واكبر مني على عيني وراسي، بس ما بتكبري بالكلام. لا بدي كبر بالكلام لانه انت ما بتعرفي مصلحتك، انا بعرف مصلحتك اكثر منك. بل 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 والعمل هالساعة شو؟ خلاص ركبتها الحيوانة، بركي امي بتقنعها. لك ليش بتسمع مني؟ ما بتسمع الا من هالطبل هالبضب. نبيل كانه هو اللي مخلفها مو انا. لازم توافق، وعدته للرجال، ما بدي اتراجع عن وعدي. لك ليش تنضرب على قلبك وتوعده؟ ليش تكتر غلبه؟ هذا اللي صار مرت عمي. روح قل له نديم ما مشي الحال. ما بقدر، مرته جهزت حالها. الله بعينهم على هالولد، شو نعمل يعني؟ بعدين يضبطوا امورهم كانوا من الاول. قبضت منه للرجال غير مبقى يعني. رجع له اياهم. ما بقدر، صرفت منه 10,000. وعينك قديش قبضوا؟ 15,000. قلت بنفع ميسون بخمسه وباخذ كمسيون 10. صغرين كبروا كثير لكمسيون. ايه مرت عمي، قلت لحالي خليني اتشاطر شوي. ها 2500. شو ال 2500 امي؟ كوميسيون مش انا احكي مع ميسون. ما بدي، لا تتعبي حالك امي، ما راح وافق يعني ما راح وافق. لك 2500 ليره ما راح ينغصوكي. يا امي ما بدي اعيد نفس الاسطوانه، ما بدي. السلام عليكم. وعليكم السلام، وين كنت حضرتك من امبارح؟ كنت هايم على وجهي في الشوارع. اذنكم. مع السلامه. شو؟ ساعتك عم تعاني مشان الهدف اللي كرست حياتك لأجله؟ هالمرة عم بعاني من شغلة تانية. شو هي؟ كيف بدي أخبر الشباب إني غيرت؟ وكتار لسه عم تكتشفين هالشغلة كتار. ما فيها شي، قل لهم الحقيقة، قل لهم أنا يا شباب غيرت، مالي مقتنع بالأفكار تبعكم وخلصنا. وإن شاء الله فكر الأمر بهالبساطة. ليش شو رح يعملوا معك؟ رح يذبحوك يعني؟ يا ريت، بس رح يقولوا عني انتهازي. ها، يعني سبوا أبوك إذا قالوا عنك انتهازي؟ أنت بتعرفي شو معناتها كلمة انتهازي؟ شو يعني؟ لك يعني احقر من هيك ما ضل، ومو بعيد يقوم واحد منهم يمسك بوشي. معناتها لا تخبره البنوب، لا تروح تقول له. وانا هيك عم فكر، واذا حدا اجى سال علي قولي اني مو هون. بالبول، انا كمان عم عاني. من شو؟ تصور نزيها جاي لعندي مشان اعمل عمليه ممنوعه. عمليه شو؟ معناها رجعي لي ال 2500. ليش لرجعها؟ ما راح ارجعه، انا ما قلت لك لا، انا قلت لك اجى نبيل وما بدي احكي قدامه. الله يسامحك يا نديم، ضروري تورط حالك هالورطة؟ إيه ما أنت جحشتي، بدك ستلايت وفيديو، الله يعلم شو بدي أورط حالي مرة ثانية، بس تحطي عينك وتجحشي على غسالة أوتوماتيك بتبرم هيك وهيك يمين ويسار. لا لا مو معقول، أنت يا نبيل عم بتقول هيك؟ لا لا لك إيش أنا شو بفرع عن غيري؟ على علمي إنك صاحب مبدأ والفاينة ضد عقلك. هي مو فاينة، هن بدهم يعملوا العملية طبعاً. والولد؟ غلط مطاي بدهم يصلحوه، ما بدهم يندموا عليه مدى الحياة. في مليون طريقة لحتى نصحح الخطأ المطبعي، مو بعد ما يصير الخطأ بدنا نصححه. احتمال يكون السبب صحي كمان، ما بتعرفي. لو السبب صحي مثل ما عم تقول كانت راحت على المستشفى، ما كانت اجت لعندي. ميسوم بالمختصر بدك تعيشي، بدك تسوي هيك عمليات، ثلاث ارباع دكاترة البلد قلبوها على عمليات تجميل. بس هي العملية مو تجميل، هي عملية تبشيع. ليش تبشيع؟ من الناحية الأخلاقية. الشغلة نسبية، أنت بتشوفيها هيك، غيرك بيشوفها غير شكل. شو يا؟ هلا كل شيء صار نسبي عندك، قبل كان غير شكل. لا تذكريني بقبل، قبل كنت شيء وهلا غير شيء. شو اختلف هلا عن قبل؟ قبل كنت مثالي، كنت اتعامل مع شعارات مجرده، ما كنت احسبها اذا بتصير او لا، بس هلا صرت واقعي، قدامي ماده ملموسه عم اتعامل معها. بالبول، ايدي على راسك، عم تمزح ولا عم تحكي جد؟
طبعا عم بحكي عن جد. هلا وقت المزاح. فكرتك عم تجربني. الله يرضى عليك يا نزيهة يا حبيبة قلبي، هيك تعملي للجميع طقم فناجين قهوة من تحدياتك. على حسابي، على حسابي مرت عمي. كيف بتحبي يا دكتورة؟ وسط. حاضر. كثر خيرك يا عديل، كثر ألف خيرك. لولاك كنت طلعت بسواد الوجه قدام الجماعة. صهري خليهم يعملوا التحاليل اللازمة قبل العملية. والدفع إيه؟ سلاف. يا على راسي، بس مرت عمي أخذت 2500. إيه مرت عمك بتكون قديش هدول؟ 2500. قول له لصاحبك تحت ال 25,000 هيك عملية ما بتصير. معلش نبيل، أول مرة لازم تراعيهم أنت للجماعة. لا أمي، من أولها، نحن فتنا هالفوتة مشان ناخذ مصاري، مو عم نبيع بندورة حتى نراعي العالم. إيه لا يا دكتورة، لا يا دكتورة، المصاري آخر شغلة بيسأل عنها الدكتور، ولا نسيتي قسم أبو قراط أنت؟ هي إذا كانت الحالة إسعافية، بس هي حالة كمالية، شوف بستو إيدي لحتى وافقتها. إذا ما معه مصاري بلا ما يعمل عملية لمرته. بصراحة نحن أخذنا مبلغ 20,000، بس صرفت منه للمبلغ، حرام الرجال دفع. ماشي، تكتب لنا سند أمانة في المبلغ وتقسط لنا إياه. وبتقول له لصاحبك يكفيهم عن 25. بكتب لكم سند أمانة ب 25، وبحط من جيبتي 5,000، شو بدنا نعمل؟ بدك تضلي بنت الولد الصغير لحقتيني من محل لمحل؟ انا ما فهمتك، بتضلي بالبيت يا جوريا؟ ما راح اضل بالبيت، رجلي على رجلك وين ما رحت. هالعاده تعلمتيها بعد ما طلعت على التقاعد، شو قصتي؟ قبل ما تطلع على التقاعد، الدوله كانت مشاركتني فيه وما كنت اقدر امنعك لحتى الامن يضل مستتر، لكن هلا الدوله فلتت لي اياك. جوريا. نعم. انا خصوصي ما بدي جيبك معي، مشان ما تشوفيني مزدول. انا مو جاهز يا راح. لكن شو جاي تعمل؟ أنا جاي أتنين مصاري يا جورية. رجعت تدبر حجاج؟ شوف أبو غصن، يكون بعلمك ما رح تقدر تضحك علي. بدي فوت معك، يعني بدي فوت. أنا ليش عم أتعب حالي معك؟ ورا الدور ما رح أدور، وشو ما قلت رح أعمل بالعكس. إيه مو مشكلة، أمام دور. ها مو على كيفك. ورا سر. ها هناك يا فيك. اتنين نينا ولا ظالم معك تقرضني 500 ليرة لآخر الشهر. يا حضرتي يا أبو غصن، منلي شلون منلك؟ طول النهار وانت عم تلف صندويش، لا تقل لي عم طعمي العالم ببلاش ربان. لا ما عم طعمي العالم ببلاش، بس انا هدول مصاري ما بمون عليهم هلب. لك انا قرص الفلافل اذا اكلته شو اسمه ارسل عدو محزوب علي. طيب كتر خيرك، الست عفرة معقول يلتقى معها؟ ما بعرف، بخاف لك ايه يكون لا، بخاف لك لا يكون ايه، اسألها. كتر خيرك. بخيرك، شغل ابو غصن شغل. ايوه مساء الخير يا سيدة الفاضلة عفرة. مساء النور ابو الغصن. الك ولا للدين؟ فتح يبعت لك قتلك انت الثاني. حس الديب ابو غصن، شوفي فشرت عينه للديب. قول معك تقرضيني شي 500 ليرة بس؟ طبعا معي، بعطيك 1000 اذا بدك، بس بدك تنطرني لروح على بيروت جيب وارجع. يعني انا كان بدي هلا، من هلا لتروحي على بيروت بكون اجى اخر الشهر وصار معي. يا حصرتي منلي منلي، عصرني هيك عصر مثل عصار بالبرداب. ما بيطلع مني فرنك. كتر خيرك يا سيدتي الفاضلة، من بعد اذنك يا هل ترى الاستاذ نبيل ممكن يكون معه؟ شوف ابو غصن، بخاف لك ايه يطلع لا، بخاف لك لا يطلع ايه، اساله. كتر خيرك يا سيدة الفاضلة. مع السلامة.
ابو غصن يا استاذ نبيل. اهلين ابو غصن، تفضل. استاذ نبيل، الك ولا للديب؟ خذ الديب وشو في؟ ما عم تقرضني شي 500 ليره لاخر الشهر؟ منين يا حسبتي؟ ما انت بتعرف انه نحن من اصحاب الدخل المحدود. ليش الدكتوره ميسون شغله مو منيح؟ عم تشتغل بالمستشفى، بس كمان بتعرف انه من اصحاب الدخل المحدود. طيب كتر خيرك. على علمك استاذ نبيل، ممكن عجاج يكون معه شيء؟ ما بعرف، بخاف اقول لك ايه يكون لا، اقول لك لا يكون ايه، اساله. ابو غصن، بس حل مشكلتك، ابقى ارجع لعنا اخذ لك شي كاسه زهورات، ملكي بروح دمك يعني. ان شاء الله يا اخي رباط، عن اذنكم. الله معك. مشغلك معي. مو كبر على عتالي يا عجاج، بس انا ما عاد فيني حيل لا للتحميل ولا للتنزيل. حيلي انهد يا عجاج وخلص كازي، العنزه سارحه غير امبارحه. بسيطه ابو غصن، اذا بدها بس ارجع بعطيك مصاري. لا لا يا عجاج، انا فيني ضمير، مو معقوله اشلك اخر النهار كل تعبك. كتر خيرك يا ابني. خيرك، تصبح على خير. تفضل عمي ابو غصن. تسلم. انا لما كنت رئيسكم بالمخفر ما كنت اعطيكم اجازات على طول؟ لا ولما كنتوا تحتاجوا اي شيء ما كنت دائما متكم؟ يعني الك ولا للدين؟ خسيت انا ما معيش سلامات. حتى انت يا مسمار جحا؟ صلي من الصبح بدي طالع من يد بدك بدك ما بدك ما تطلع. يا رب مجك مجك ما مجك طيبين مش في عمامي. ايه جاي. اصلا انا فرزوني بهالبيت بواب. شو عم تبربري؟ مرحبا. وعليه فوتوا. بعرفكم الدكتورة ميسون شقيقتي. تشرفنا. منال. تشرفنا. أول مرة؟ لا، خمسة بعيون الشيطان. يا أهلين وسهلين، تفضلي أنا جاهزة. طيب العملية بتوجع دكتورة؟ ما في عملية بلا وجع، بس هي وجع محمول. رح استناكي أنا. إيه دكتورة، وين أمي؟ جوا بأوضتها. استعجلي. تفضلي مدام. حبيبتي أنتِ، مين ما حكى قدامك ابعتي لعنا. طبعًا شاطرة لك مو شاطرة؟ كانت الأولى على صفها من الابتدائي للجامعة. أيوة. لك شو صار لي؟ مو إلي، هي لبنتي الثانية مديرة المدرسة. لا تنسي حبيبتي. ماشي، مع السلامة. أولاً أمي أنا مو مديرة مدرسة، أنا موجهة. ما مشكلة. ثانياً مع مين عم تحكي؟ عم دبر زباين لأختك ميسون. هلو أم سمير. مصاري. بس لامت قدرك عمي ابو غصن، بس يعني عم اقول لك مشان تعرف. العالم بالاول بيقولوا تفضل وبعدين بيحكوا بباقي الشغلات. اي انا من زمان بدي اقول لك تفضل، بس عم استنى عجاج لحتى يغير اواعي. فوت عمي ابو غصن فوت، خلصوا. تفضل تفضل. يلا.
ابو غصن فوق الك ولا للديب يا عجاج؟ لا لا يا عمي ابو غصن خسادي. انا اليوم بدي انزل معك على الشغل، قررت اشتغل بكار العتالي. يا حلو حظك حلو، اليوم عمي ابو غصن بيطلع لك 1000 ليره مو 500. كم طن بطيخ منا نزل اليوم عجاج؟ اليوم مو بطيخ، اليوم شميمته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أخي بطيخ إنه منرك على حالنا شوي بيمشي الحال، بس شمنتو ما في مجال النوم. أنا مهرر مهرر يا عجاج. يا حلو هيك حظك، شو بعمل لك؟ يعني اليوم هيك إذا بدك تعب بكرة في بطيخ، أو بدك روح وقف سوق الهال. بسوق الهال ما بقدر، أولاد السلكنيك بيعرفوني يا عجاج. الف لك سلك على راسك عمي أبو غصن، ببطل حدا بيعرفك. سلك بهالحراقة بفطس من الشوب عمي. أمو أحسن ما تفطس من الجوع عمي أبو غصن. ما عندي شماخ. هيفاء طيش ماخي. لا عمي ما في داعي تقل عليكم. لا تقلي ولا شي عمي أبو غصن، أصلاً كنت عملته ممسحة وبدي كبه. في أبو غصن؟ ليش تتكل؟ وليه؟ عرفة؟ اخي استاذ نبيل شو بدي احكي لك؟ لا احكي لك خير. امبارح من وقت اللي كنت عندك ولهلا وانا لايب لحتى حدا يديني 500 ليره وما عم تزبط. عجاج نصحني بسوق الهال، بركي بتصح لي شيء تعطي لي. لك لا يا ابو غصن لا، معقول هذا الحكي؟ بعد الامر الحافي تشتغل على التار. ليش شو في شغل ثاني؟ لك الشر خير الله، بس اللي قلبه اعمى ما بيشوف. للي بايده مصلحه، اما انا ما بعرف الا اوس وارفع فلق، مالي مصلحه ثاني. يبقى القانون ما بتفهم؟ أنا اللي بفهم القانون، بس بعد ما طلعت على التقاعد هلا ما لنا بحاجة لمصلحة القانون كلها. شو ما في قانون غير الوظيفة؟ ما شغلنا كله مبني على القانون. طيب اشرح لي كيف؟ تعرفوا تجول اشرح لك. تعال عجب؟ صح حبيبي تعال. وين رايح؟ رايح على الشغل. تعال ما في داعي، دبرت لك شغل بالمنطقة الحرة. شرف. ميسون مشغولة. لك ما رح اضبط على الغرفة، رح نقعد غرفة الضيوف. شو رأيكم تروحوا على شيء قهوة تقعدوا تشربوا لكم فنجان قهوة أحسن؟ ميسون جاية ناس هلا. ليش نحن مو ناس يا مدام؟ والله بطل حدا يحترمنا بعد ما طلعنا على التقاعد. لك لا يا أبو غصن أنت كبير القدر، بس بقى هدول الناس جايين شغل يعني، عرفت كيف؟ مو مشكلة مو مشكلة، بنروح نقعد عنا. روحوا. بدي روحوا شو يلا بلحق معنا. لا روح روح معنا. لا لا هلا بلحق عجاج روح. انت رح تجيب كل الزباين لسا اليوم بلشت؟ امي عملت كل اتصالاتها، صار في شي 10 نسوان بدهم. خلي مرت عم تدير بالها، هي شغله ممنوعه كثير، ما تحكي لمين من كان. امتى كنت تخاف على امي؟ امتى كنا والشمس ترقعنا؟ الى 40 سنه عم تصرف اخضر، ما حدا حس عليها. يا لطيف. تفضلوا تفضلوا على غرفة الضيوف. تفضلوا نزيها. اجت الرزق. وشو الشغله يا استاذ نبيل؟ انت بتعرف القانون منيح وبتعرف كل الثغرات الموجوده فيه وما اكثرها. ها نحن بدنا نمرق بهالثغرات. ما فهمت شو قصدك صهري؟ تفضلوا. مو ضروري احنا نفهم، هم ابو غصن هو اللي يفهم. ما فهمت بالضبط استاذ نبيل شو بدك. بدنا نعمل شغل خاص استيراد وتصدير، اذا كل شغل بدنا ننفذها بحذافيره ما استفدنا على شيء، مشان هيك لازم نلف كواع. بدك ياني احتال على القانون يا نبيل؟ لك ما قلنا نحتال يا اخي، قلنا فيه ثغرات. نفس الشيء. لا مو نفس الشيء، هي الثغرات متروكه اصلا مشان حدا يمرق منها. غير على قطع راسي ما بيشتغل الشغل. طول بالك عمي ابو غصن، شبك انت ترتك فهم منه بالقبل. ما في داعي، كل شيء من قال بالخط العريض، ما في داعي افهم اكثر من هيك، بعدين بيسقط من عين الاستاذ نبيل. روح عنا يا على خشت روح بشته بتقعد شكل لي وردي. روح عنا عمي ابو غصن. شفت الشاي وين رايح؟ نبيل شو هادي؟ وانا شو بدك تغني؟ عتال. ايه هو عم يشتغل بالعتاله هلا، هذا اللي طلع معه عتال بالمنطقه الحره، هي الوظيفه بيشتروها مشترى. عديل شو بتفرق العتالة بالسوق الحرة على العتالة بغير محلها؟ لك أولا بيضل بساكن نظيف،
ثانيا يعني اذا كل يوم طلعت لك شغله ببنطلونك بتلحق لك بشهره 50,000. ليش ببنطلونه؟ لك تهريب يعني ضروري كل شغله نشرح لك اياها بالمعلقه لحتى تفهميها. وايش انكمشه؟ لك ام بدير باله شوي ما بينكمش. شو صهري؟ لسا امبارح كنت عم ترقعنا خطابات. نحن اولاد اليوم. ما وصيتك تاخذي الدواء كثير ولمده 3 ايام ما بتبذلي اي مجهود اي مجهود. يسلموا ايديك يا دكتوره الله يريحك مثل ما ريحتيني. ليكي تبقى تعيديها. لا ما بعيدها بنوب. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. قولي كل رفقاتك يجوا لهون. ايه اكيد دكتوره ميسون كثير شاطره. نزيها وصيها لراس الحاره وخذي لها تاكسيها. على راسي. تفضل حبيبي تفضل. شو بدنا جلساتك؟ شوي شوي. مع السلامه. بعده تفضلي مدام. سبقيني على هذيك الاوضه مدام. ممكن تستنيني شوي؟ عفوا مدموزيل انا. لا تاخذينا فوتي. سهري انت هيك عم تقضي على مستقبلنا انا وعجوي. قولي 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 قالوا مستقبل. شو مستقبلنا؟ بالعكس هو هيك عم يخدمنا خدمه العمر. لك اذا رصينا على حالنا سنتين زمان ما نوصي على ولا. اهلين عمي ابو غصن تفضل. الاستاذ نبيل لساته هون؟ لساته هون. تفضل 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 فوت عمي ابو غصن. استاذ نبيل انا موافق نكش لك على الثغرات بالقانون. بس قديش بدك تعطيني راتب؟ انا راتب ما بدفع، كل معاونه بتساهم فيها بتاخذ عليها نسبه. ماشي بس وين يعني قصدي انا وين بدي نكش لك على الثغره؟ راح يجينا شحن من برا على المنطقه الحره. كيفك انت بالمنطقه الحره؟ ممتاز. في 4 كشافين اصحابي فيها وهو المطلوب. بس لو يوصل الشحن من برا بتحكي لنا معهم مشان يخفضوا التعرفه الجمركيه بنص القيمه. وعلى اي اساس؟ على اساس انه حصتهم راح توصلون. بدك ياني قرشي؟ لك هي مو رشوه، هي النسبه راح تطلع لهم. هي رشوه واسمها رشوه عالميه. انا ما بشتغل هالشغله لو بدي انحب النص جوعا وعطشا. عمي ابو غصن أنا... خلينا نعمل لك كاسه شاي. عمي ابو غصن وين رايح؟ سهري اي معه حق. لك لا معه حق ولا شيء، هذا واحد عم بيقطع برزه رفقاته. شوف حريق ولعت ولعت. مساء الخير ميسون. انا نزيها. مساء الخير يا خانو. ليه نديم شبك؟ ليش هيك معصب عم تحكي معي؟ جيت من الشغل على البيت ما لقيت غدا، قضيتها بنواشف، اكلت كعك وشاي، قلت بطلع الفرق بالعشاء، لك عصافير بطني زلزلت وما كنت تيجي، شو عم تسوي لهالساعه؟ لك خص خص، في مسؤول اجى زباين كثير عم ساعدها. لك الله عمرها لا تتساعد، ولك لما كانت تقدر تساعدنا ما ساعدتنا، وعد ساعيها. لك عم ساعدها بمصاريها اجدب مو ببلاش. طيب، إذا في مصاري، قولي لي فوت، واللي بده ضل واقف هيك مثل الحيط يعني. ما فيني اقول لك فوت لانه غرفه الضيوف مليانه زباين، كل وحده ناطره عمليتها، وميسون بغرفتها عم تساوي عمليه لوحده مريضه. المهم بدي اقول لك فوت، روح عند عجاج اقعد شوي. ديري بالك على حالك نزهتي. حاضر. حبيبه قلبي. حاضر. صرت ما بصير يا اخي، لازم يتحدد وقت الدوام. لك بس بينا ما تفتح العياده بهالكم يوم. اهلا تفوت. الخان مفتوح. مساء الخير جميعا. اهلا وسهلا. شو شايف الكل هون يا سيدي؟ جيت والله جابك. انا هلا كنت بدي اروح لعندك. خير ان شاء الله عديل. قريت اليوم بالجريده ان المديريه تبعكم عامله مناقصه. شو قصتها؟ طبعا بدنا نشتري اطارات كاوتشوك لجميع السيارات تبع المديريه وبكافه الفروع. ايه وبتقدر تتدخل موضوع فض العروض؟ ايه طبعا عديل، انا رئيس اللجنه فوق. بدي اياك تقدم لي الخدمه، انا بدي اشترك بهي المناقصه. مشان ترسي عليك مو هيك؟ طبعا. ايه 20,000 ليرة. يا عيب الشوم عليك. لك بدك تاخذ من عديله؟ انا بحياتي ما تبرطلت، كتلت حالي حتى ادخل باللجنة مشان اتبرطل، مشان اسد سند الامانة اللي وقعني عليه عديل امبارح. صهري نبيل، انت امبارح ما كان معك فرانك، من وين عم بتظبط كل هالشغلات؟ في ناس في البلد ما بتقدر تشتغل بالتجارة على المكشوف، بيجيبوا عالم بيحطوها واجهة. يعني انت العبد المأمور، يعني مو نايبك شيء. انا قلتلت الشركة والإدارة حصتي. فوت فوت على الخان. السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام. بالله ما حدا بيقوم من محله. استاذ نبيل
انا موافق. امتى بدنا نبلش الشغل؟ بأقرب وقت. حكيت لك هلا مع واحد من الكشافين اصحابي. ايه معناها بكره الصبح بنروح لو انت عندهم متفق معه. لا ما في داعي، انا اتفقت معه. شرف. وهي ورقه بالثغرات القانونيه. ريبال شوفي شوفي امرو هالشغل، خليني نام شوي. امبارح ميسو ما نمتنا للساعة 3 ونكمل نومتك بالمطعم. ليش بالمطعم الزبونات بخلوني نام يعني؟ قوم دبر حالك، هلا ببلشوا النسوان يجوا لعند الدكتورة. طيب يجوا انا شو دخلني؟ شلون شو دخلك؟ إذا شموا ريحة رجال موجود بالبيت ببطلوا يجوا. ومنين طلعت لي أنا شغلة النسوان بآخر الوقت هذا؟ مرحبا معلم. اهلين وسهلا. انا عتبان عليك وزعلان منك. خير؟ هيك يا منظور، انا اللي صار لي 30 سنه بسير معاملات تتركني وبتشغل ابو غصن اللي ما بفهم بالمصلحه شيء. لا تاخذني يعني او شاب، بدك ما تاخذني يعني، انت مسؤولياتك مو نظيفه وايدك بالشغل كمان مو نظيفه. ليش انا ايدي وسخه؟ انت ورقه محروقه، اي معامله بتحط فيها ايدك تنشمس، كل العالم بتعرف انه راح يصير فيها نصب. نحن ما بدنا نلفت انظار الناس. يعني شركتكم شريفة؟ كل الشركات نفس الشيء، ما عم بقول هيك انا. إذا ما بتشغلني لا تلوم إلا حالك. أنت بتعرفني منيح يا معلم نبيل، إيدي والتقرير. تهديد هذا وشها؟ إيه، أنا بعرف مرتك شو عم تشتغل. طيب شو رأيك تاخذ راتب شهري وتقعد في بيتك ما تشتغل وتحل عنا؟ موافق. تفضل عزوي. ايه شو هالزخة هاي؟ قيسو حج وحشني لعيلي قلبي بقى. يلا رح قيسو. ها اهلين عبيل نبيل. مرحبا. فوت فوت طلع دقيقتين انا رئيس البنطلون بكون جاهز. عجوي فوت قيسو بالمطبخ، رح تقيسو. ها ايه ماشي، فايت قيسو بالمطبخ. ايه ام غصن بيلعن كل شيء؟ لا ما بين، هلا بتكون ام غصن عم توسع له بحر بنطلونه. هيفاء روحي ساعدي ميسو شوي. ايش بدي ساعدها؟ لكن غسيل الشراشه وتوضيب العده بهيك شغلات يعني. بكره بس فتحت عياده رح تشتغلي معه. ليش بدك تفتح عياده؟ طبعا اذا ضل الشغل هيك مو بس رح تشتري عياده، رح تشتري سياره كمان. لك يوميتها ما عم بتقل على 50,000. لي ايه انا ما بشتغل اي هالشغله، حتى لو بدها تعطيني نصهم انا بدي خلي نفسي طاهره، يا انه كله رح ننسال عنه بعدين يا هالشغل. قولي 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 في ساعه مسجلتين بكل رياحه. أول يوم بدك تبلش؟ بركي قلعوني تاني يوم، دق الحديد وهو حامي. بس لا تلفت الأنظار، هلا العيون بعدها بتكون كلها عليك. ليش كل هالقد أنا شخصية مهمة هني؟ أكله شقفة عتال، ما في وظيفة أوطى من وظيفته هني. لك ولو كان، كل عمال يشتغلوا هنيك راح يفكروك مدسوس من قبل الأجهزة، ما راح يثقوا فيك قبل ما يتأكدوا منك. كان ودي التقي ويا بنتي. خلينا بغصن. شو وسعت لك بغصن بحر بنطلونه؟ ايه ليك صار لازم تشتغلوا بالسيرك انتو. قالت لك ما؟ لا ما قالت لي، لانه بعرف بدون ما تقلي، لانه كل اللي عم يشتغلوا هونيك وسعوا بحر بنطلوناتهم. هيك هيك بعدي هيك. سبحان الذي دع بالك على الحكي. ليش هيك انت ضميرك ضيق؟ وسعي له بحره شوي، وسعي له بحره شوي، خليه يمرق. طول بالك عليها، ليش طول بالك عليها؟ بكره بس تصير تبدل بهالاواعي وهالكنادر تغير كل الامور. مو مولعة بالكنادر والاواعي انا. حبيبي نبيل عديل هي النشيد الوطني تبعها، طعميني خبزه وزيتون وبس عجينه بطاطا. احسن من شحات السرقه تبعك. يلا احطوا احطوا. لك روحوا فوتي فوتي يلا فوتي انت يلا فوتي. وينكم بس ارجع دقيقه لا. اتأخر عليك الوقت وما قاعد تقدري تعمليها، عرفتي مشان شو هيك عم اقول لك. شوفي ما تخافي على الغميضه اختي بتساويها للعمليه، يعني كثير 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 شاطره، بس اخر مره ها ما بقى تعيديها، مو كل مره تجيني سري مري. كنتي مصبوح
مظبوطين؟ مظبوطين، سبقيني على هي الغرفة. تقومي بالسلامة سلام. يلا روحي، هلا بتجي. خدي نزوها كوميسيونك. هاتي لنشوف. شو هدول 2000 ليرة؟ يا حبيبتي 2000 ليرة، أنا ناوية بآخر الشهر أشتري سيارة. شو هالحكي وأنا بدي أشتري كمان فيها؟ طول عمرك شرني وطي صوتي. وانا كمان بدي اشتري سياره ولا مكتوب على جبيني سيرفيس. خلاص لا تتخانقي انت وياها، عيب قدام الزباين. هاتي خلي المصاري معي، بكره انا كل وحده بشتري لها سياره. لا معلش امي، لا معلش حبيبتي، انا جمعت لحالي مشان اشتري السياره لحالي، اشتري شو ما بدي. ها ليا لك هي واحد، ها خدي هي 1000 ليره لك. ميرسي ميسو. من زمان يعملوا لنا اياها. قولي 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 خربت بين مفاتيح البيت ومفاتيح المكتب. بقى بدي رد عيد، عم تخربطيني. واحد ولا مية، واحد ولا قولي قولي قولي. ميسون انت هلا صار فيك تشتري عياده. عياده وبيت وسياره. البيت والسياره جاهزين. من امتى جهزوا لك بيت القديم والسياره تبعي اللي انا طلعت فيها مشاوير؟ ليش ابوك ما؟ لا سلامته، بس اليوم عقدنا صلح انا وياه، التقينا بالمناقصه تبع نديم. ورضي عنا؟ رضي. وعني؟ رضي، ونصحني نصيحه بدي شاورك فيها. شاوي. انا عندي بنت عم وحيده. ايه بعرفها، هي الثقيله اللي بتشبهك. شبهها يا ستي؟ هذا عمي كاتب كل املاكه في اسمها، وابي يعني مو رايد تروح هي الاملاك لواحد غريب. معه حق. يعني قررنا انا وابي اني اتجوزها لبينما. ايه ايه ما في مشكله، احسن ما نجيب وحده غريبه تطبخ وتنفخ. يعني مثل كانك مو خايف انه تصير اهم مني. ما في شيء بخوف، قلنا لك ثقيله وغليظه ما بتعرف تحكي كلمتين على بعضهم، من شو بتخاف؟ يا ستي من الناحيه معك حق، يعني انا ما عارفه كيف بدي اتحمل لبينما طلقها. انت ناوي تطلقها؟ بس تكتب لي كل املاكها باسمي واسم ابي. وبركي طولت لحتى كتبتهم. لك البنت موافقه، بس ابي مو رضيان، لانه عمي الثاني عمال بيتهمه لابي انه ابي بده يسرق املاكها لبنت عمي. ها يعني هلا بطل يتهمه لحتى قرر ابوك انه يسرق لها مصاريه هلا؟ لك هلا صارت سرقه شرعيه، انا جوزها. ماشي. يلا قومي دبي هالشنادي خلينا نتسهل. لوين؟ لك على بيتنا، على بيتنا. ايه بلغ ناسا.
خبري نبيل انه عجاج لاقط اليوم. خلي يظبط له شيء واسطه. اصلا هذا اللي كنت حاسب حسابه. طيب شو رايك انت تفوت وتخبر نبيل مشان تشرح له بالتفصيل؟ انا مستعجل، يمكن الشرطه لاحقيني. ليش شو عامل انت كمان؟ اذا عجاج ما اعترف ماني عامل شيء، المهم عجاج ما يعترف. ابو غصن اعترف عجاج. وين رايح؟ وين رايح؟ ما في رايح، بس انا ارفض الكلام الا بوجود المحامي. ارفض الكلام رفضا باتا. على راسي، لانه اي كلمه بتحكيها رح تكون دليل ضدك. حقك تسكت، بس رح خليك تحكي لو كنت من حجر. توفيق، شو نسيت انه بيناتنا خبز وملح؟ ايه رح قاتلك بلا ملح. لك 15 سنه يا ظالم عجزتنا، نحن بنكمش المجرم وانت بتاخذ اللي سوى. لا، وما في غير اوامر ومنروس مناخيره. توفيق هذا سيدي، ولا اضر هذا سيدي. جيبوا. انا هذا اللي حرق قلبي. توفيق لا تسجل بالمحضر اني حاولت الهرباء. توفيق داخل على عرضك. انا يا توفيق ولي على قلبي عليك يا عزمي. طول بالك عشان ابو غصه. استعنى عشان بالله يا رضا الله وزرعي. حضرتك الدكتورة ميسون. حضرتي الدكتورة ميسون، يا أهلين. نحن جايين لعندك مخصوص العملية. ايه، جايبين مصاري؟ جايبين. بتعرفوا التسعيرة؟ بنعرفها. تفضلوا. لا، هالمرة انتي رح تتفضلي معنا. لوين؟ نحن من وزارة الصحة ومن وزارة الداخلية جايين نتحقق من الإخباريات اللي وصلت لعندك. تحققتوا؟ تحققنا، وهالمرة رح تنسحب شهادتك ورح تتعرضي للتحقيق. شرفي. ولا يهمك تقبريني، رح احط لك احسن محامي في البلد. رح ناضل حتى الرمق الاخير لبين ما يطالعوكي، لانه انا نبيل وحي الله. لوين صهري؟ بدي اروح عين لمحامي لميسون. هلا مسكوها. طريقك عين لمحامي لنديم لانه كمان كمشو. ليش كمشو؟ لانه عمل مثل ما قلت له حضرتك، لعب بالعروض مشان عرضك يربح المناقصة. اي ولا يهمك، هلا رح اعين له احلى محامي في البلد. شرف، هي حطوا عجاج بالحبس بسببها. انا شو دخلني؟ شو دخلك؟ هي مو نصيحتك؟ كمان ولا يهمك، هلا رح اعين له احلى من احلى محامي في البلد. اي مالي عاوزتك، حطيت له محامي وخلصه. هي فما تحكي معي هيك، انت كأني مجرم. ترى انا والحمد لله والحمد لله انه ايدي نظيفة. اي اصلا ما فيك شي نظيف غير ايدك. على كل، انا هلا ما رح رد عليكي لانك معصبة. انا على بيتي رايح، اذا حدا سأل عني اعطوا هذا رقم اتصل فيني. صهري ليكو بيتك، هذا بيتك. انا رايح على بيتي، هون مو بيتي. انا بسوء تفاهم وصلت لهون. يلا باي. لك روحة بلا نجعة ان شاء الله. لك كان انظف واحد صار اوسخ واحد. لفي يا اختي لفي، لك ما حدا عايش غير الوسخ بهالايام. وانتو كمان فرطوها بقى، لا تخلونا ننشر غسيلنا الوسخ قدامكم. نحنا مو فرشة يا كان.